بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم رانا قلنا تاع دماك رانا هنا في المزرعة تاع خونا رضوان قفي، هذا الشعبة تاع تربية الأبقار الحلوف. رانا في المزرعة تاع خونا السي قفي رياض رضوان. عندي خويا رياض يا شوف السي قفي رضوان، انت تخصص ولا قبل ما نقولوا تخصص الشيخ هذا راه خالي من جيت بابا، لأنه جدي أنايا الشيخ خلف الله قفي الله يبارك. قل لي هذا الحليب تاع اللي درتو لهنا الله يبارك، ثم تخصص ولا كيفاه؟ من في المغرب كانت غير مجرد مغامره برك، ولا نقولوا هكا هوايه، من بعد تطورت فكره، كانت فكره صغيره، من بعد تطورت شوي 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 ولات مشروع. الله يبارك. والحمد لله رانا نمشيو نتعافوا بالشيء اللي كان. حليب برك ولا حليب برك ولا؟ رانا ثاني منتج ولا اول نتنافس انا واحد من قسنطينه باش اول منتج في ولايه في المستوى الوطني. وشني حليب؟ حليب طبيعي الأبقار، حليب الأبقار فقط، طاس جاي فقط الأبقار ما أكيد الأبقار، الحليب يجي من الأبقار، والأبقار يجيبوا الحليب ويجيبوا العجول ويجيبوا حتى الأسماك. لا الأبقار تاع اللحم كيف ولا ما؟ لا سلات لحم من ذاك، مرات اللقع إن شاء الله مرات كاين لحم، مرات اللقع ونعمروا البقرات باللحم، نعم سلالات لحم خاصة الله يبارك ثمروهم ولا نلقحوا. لكن اللي سوء حظنا احنا في المسلم ان الانتاج تاعكم لا، ولكن احنا انتم هذوك المواطن راه يوصل الحليب المدعم اللي 25 درهم. الحليب لا ما يروحش، احنا التكلفة تاع هذا راه اكثر من 70 80 درهم، ما نقدروش نبيعوا، هذا هو الخلل بزاف في الشمعة. واش احنا في المسلم ولا خلل؟ لا احنا نبيعوا الملبلة من البنات تحولوا ياغورت و هذا منتج، انتم منتج الحليب، احنا منتجين ماناش محولين. الحليب تاعكم يخرج بس من بس يروح؟ لا يروح للمتعاقدين مع الملبنة. لا لا واش يقولوا له حليب؟ لا والله احنا حليب الملبنة يتحولوا تكتبوا باسمها، احنا ما عندناش اسم تجاري، احنا نبيعوا طاز جبريت طبيعي وهما يعاودوا يحولوا يصنعوا براسها. واش يسموها احنا؟ انا رانا في انا رانا في الاسم الحقيقي هو يسموها القويع، هذه نحوسها يعني يسموها القويع في الاصل. القويع وين جايه؟ القويع راهي جايه في بلدية المطارفة، عرش المطارفة في بلاد الدايرة حاليا يسموها الولاد، انا تابع اقليميين بلدية المطارفة والعرش المطارفة، حتى ولاد الدايرة إقليميا كانت تابعة لعرش المطارفة، حتى في العروش يجمعوا، كانوا يجمعوا مع كما كان حتى كان شو هذاك اللي الحاج عروسي محمد كان يعتبر من كبار أعيان المطارفة، والدليل على ذلك أنه سير مرحلة انتقالية اللي بدأت من 19 مارس بس 2016 اخترقت بس 12 المطارفة، وكان المساعد نتاعو الشهر سي محمد بن زوالي. الإنتاج تاعكم أنتم الحليب فقط؟ حليب فقط، ننجو الحليب ما نحولوش، الحليب نبيعو طبيعي بريوت هكذاك، نبيعو للملبنة الملبنة يت ها أنا كملت هزيت المعلومات. أصل الموضوع إيه إيه بالقوية ويقول القصة مشوقة وكثير وتحتاج هذا الأستاذ زغبة هو اللي راح يكتبها. إن شاء الله احنا نشوفوا ناس يبحثوا فيها أكثر إن شاء الله، لعله تكون سقسيتوش على الميتي السابق فيلم والله كما هذا سقسيتوش على الميتي السابق الميتي تاعي ولا واش الميتي تقصي؟ أنا كنت تاجر وكنت في الحماية المدنية. الحماية المدنية يسمى هذوك راه قلبك يتكتف. قلبي راه تكتف والله أنه تكتف على تمنيت يدونا كون يديروا فرونتاج كون يروحوا لسوريا ربي ان شاء الله والله صافي فيزير اللي يرحم الشهداء. وشاركت انا في وسام هذاك الفاير تاع بابل وهذا عندك تجربه فيها؟ عندي شفت وعندنا توعنا تاع مسيح. خرجت من يوم ما الدار والمره تمنيت نلقى واحد بومب ما ندريش باللي نلقاه في الاخر. هاو الدليل هاو الدليل هاو الدليل هذا قديم عطاه لي واحد مات مسكين برايم بطلنا قديم كان في المقاصد خليته سنه كيفاه انواع وخلاص الواف بارك الله فيك. ولو اني انا ما نحبش الظهور لا لا هو ثم متعلي هذا الاستاذ طبيب يقولوا حكمتك ما عنديش بارك الله ان شاء الله خلوا الملف راه عند الاستاذ زعبه ان شاء الله باذن الله وانما المصداقيه الحمد لله عنده وحنا العائله عندنا هذيك القصه نحكوا عليها صحيح
ان شاء الله هي حكايه قديمه فيها جوانب. اسمع هذه رساله نوجهها لخويا علي سليماني هاو يسمع فيا من هنا هاو على بالو كي راني علي عليه مانيش حاب صح ان شاء الله با تعرف الحقيقه انت عارف القصه نتاعها عربيه الراس اي بارك الله بالتوفيق.